مرحبا، اليوم رح نعمل كعك العصرونية وبنحتاج للمكونات التالية. نحتاج لتلاتة كوب ونص من الطحين، خميرة فورية 7 جرام، 3 معالق كبيرة من السكر، نص ملعقة كبيرة من الملح، ورح أضيف كمان 4 معالق كبيرة من الحليب السايل. بخلطهم. بلش اعجن العجينة، بضيف عليها مي دافية على حسب الحاجة. العجينة صارت جاهزة، هلا رح ادهنها بشوية زيت من السطح ومن الأسفل. رح اغلف العجينة بالكينج فيل، وبعدين بفوطة مطبخ بتركها ترتاح لمدة ساعة من الوقت. العجينة تضاعف حجمها بهالشكل، هلا صارت جاهزة للاستعمال. بنقلها على سطح مرشوش طحين، رح اقطعها 7 قطع متساوية. نعملهم دوائر. بحتاج لواحد كوب من السمسم، ملعقة صغيرة من العسل، رح اضيف عليها شوية مي، نص كوباية من المي، وبدوبهم سوا. رح بلش مد الكعك. بالأول بدي أحطه بالمي اللي فيه العسل، بحط العجينة بهالشكل من الجهتين، برجع بحطهم بالسمسم. برش السطح شوية طحين، هلا بمدها بالشوربات على شكل دائرة. هلا بس انتهي هيك، بس انتهي من مدها، هعمل لها هالدائرة الصغيرة. هلا بنقلها على الصينية. الكعك، عجينة الكعك صارت بالصينية، حطيتها هون. هلا بتركها ترتاح لمدة ساعة من الوقت، بغطيها بفوطة مطبخ. حميت الفرن على درجة حرارة 275 درجة مئوية، هلا رح احطهم بالفرن. كعك العصرونية طلع من الفرن بهالشكل، هلا بحطه على فوطة مطبخ وبغطيه. كعك العصرونية صار جاهز للتقديم. رح نقطع وحدة منهم، شوفوا قلبها كيف. بتمنى تكون عجبتكم هيدي الحلقة. بليز لايك شير اند سبسكرايب. باي باي.